السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابنا طلاب الصف الثالث الثانوي الدراسي لمقرر حياة 317، معاكم بإذن الله بدرس جديد عنوانه البرمائيات. ننتقل إلى أهدافنا لحصة اليوم. لما نقول برمائيات معناته هي مخلوقات حية تقدر تعيش ما بين وسطين، وسط الماء ووسط اليابسة. في الهدف الأول راح نلخص التكيفات اللازمة اللي تمكنها أنها تعيش على هذه الأوساط، وراح نحلل خصائص البرمائيات. لو شوية نربط ما بين الطائفة السابقة للبرمائيات وهي طائفة الأسماك، لو نلاحظ ما هي أو نستخرج التكيفات اللي هيئتها أنها تعيش على الحياة البرية. لو نتخيل أن عندنا سمكة الشعري، ماذا يحدث للسمكة عندما نكبر حجمها وعيونها؟ تخيل حدث هناك تكبير على مستوى الحجم وعلى مستوى العين. ماذا يحدث للسمكة لو دمجنا وسط الماء ووسط الهواء بالحوض نفسه؟ يعني عندك تقدر تعيش مع الوسطين هذه الأسماك. ماذا يحدث للسمكة عندما ينتزع منها القشور؟ لو شرنا القشور هذه الموجودة على السمكة ماذا سوف يحدث؟ وماذا يحدث للسمكة لو أضفنا لها حنجرة؟ تخيل أضفنا لها حنجرة. وماذا يحدث لو استبدلنا الماء بالطين؟ لو أجبنا على هذه الأسئلة بنشوف إن إحنا نقدر نحصل أو ننتقل إلى مخلوق أكثر أكثر تطور من الأسماك وهي البرمائيات. نشوف الخصائص الموجودة ما بين فروقات اليابسة والماء. إذا هناك الانتقال إلى اليابسة. يقول لك واجهت بعض المخلوقات الحية تحديات فيزيائية كثيرة إنها تنتقل من وسط الماء إلى اليابسة. طيب من هذه التحديات الفيزيائية الاختلاف على مستوى الصوت وعلى الطفو، تركيز الأكسجين ودرجة الحرارة. نشوف إن الصوت ينتقل أسرع في الماء، وتركيز الأكسجين أيضا يختلف ودرجات الحرارة. عندك الكتاب في صفحة 116 الجدول رقم 14 وهو يلخص هذه الاختلافات الموجودة. بيئات اليابسة متنوعة، مثل ما درسنا في مقرر علم أن عندنا الغابات المطرية الاستوائية وعندنا الغابات المعتدلة، وأيضا عندنا أراضي عشبية، ودرسنا أيضا بيئة الصحاري، ودرسنا التيجة والتندرا. هذه كلها أنواع بيئة اليابسة اللي تعيش فيها المخلوقات الحية. ننتقل إلى خصائص البرمائيات وهي الأهم. مثال على البرمائيات، مثال عليها سمندل الماء، لاحظ شكل هذا المخلوق الحي. وأيضا ديدان عديمة الأطراف، لاحظ شكل هذه المخلوقة. أيضا الضفادع العلجوم العربي، لاحظ شكله عن الضفادع. وأيضا عندنا السلمندر. مميزات البرمائيات، هذه البرمائيات شنو المميزات اللي تميزها عن بقية المخلوقات الحية؟ نلاحظ مع بعض ان عندها اربعة ارجل، لاحظ ان عندها اربعة ارجل تساعدها انها تتحرك. ايضا جلدها رطب دون قشور، تتنفس عن طريق بطريقة تبادل الغازات. عملية تبادل الغازات راح تصير عبر الجلد، وايضا تستعين بالرئتين. ولاحظ لها دورة دموية مزدوجة مغلقة. هذه التفاصيل معاكم راح ندرسها مع بعض بإذن الله في هذه الجزئيات في هذا الدرس. وأيضا عندها يرقات مائية. نبدأ لما نقول يرقات مائية يعني نقصد فيها أبو ذنيبة، وهنا نعرف أن أبو ذنيبة هو يرقة الضفدع، وتميز أبو ذنيبة ليس له أطراف. لاحظ شكل أبو ذنيبة هني ليس له أي أطراف، شكله يشبه السمكة ويتنفس عن طريق الخياشيم. أبو ذنيبة يكبر يوم بعد يوم، بس ما نقول يكبر، نقول يدخل في عملية التحول. ولما نقول تحول ما المقصود فيها؟
عملية التحول أن تبدأ تتكون عنده أطراف خلفية، وهذه الأطراف الخلفية تطول ويقصر الذيل ويتحل الرئات محل الخياشيم، وتنمو أيضا أطراف أمامية. هذه العمليات التحول طبعا تكون في فترة مقدارها حوالي عدة أسابيع أو عدة أشهر. نهاية عملية التحول أنه يتحول من أبو ذنيبة إلى ضفدع بالغ. التغذية والهضم، نلاحظ الفرق ما بين الضفادع اللي هو عندك الضفدع أو عندك السلمندر. لاحظ الفرق، لما يكون الضفدع ثمار أو فطور اليرقة كان أبو ذنيبة من آكلات الأعشاب، لما وصل إلى مرحلة البلوغ وصار اسمه ضفدع يعني هو صار مفترس. مفترس على من؟ مفترس على اللافقريات والفقريات الصغيرة. السلمندر لما كان في مرحلة اليرقة كان آكلات اللحوم، ولما بلغ أيضا كان مفترس حال حال الضفدع. نشوف مسار القناة الهضمية. الضفادع طبعا عنده مسار قناة هضمية واضح، يبدأ بالفم، ومن بعد الفم عندنا المريء، بعد المريء نوصل إلى المعدة، وبعد المعدة هناك أمعاء، وهناك أيضا ملحقات في القناة الهضمية وهي الكبد والبنكرياس والحوصلة، هذه كلها تنتج إنزيمات هاضمة. بعدين فضلات الغذاء تتجمع في منطقة معينة نتعلمها اليوم وهي المذرق أو المجمع. الأمساك بالفريسة في البرمائيات، كيف تمسك البرمائيات بفرائسها؟ نلاحظ مع بعض، عندك السلمندر والبرمائيات التي ليس لها سيقان طويلة، هذه تمسك الفرائس عبر الفكوك. الضفدع والعلجوم شلون يمسك الفريسة مالته؟ لاحظ مثل ما عرفنا سابقا انها تطلق ألسنتها، ويتميز ان عندها لسان طويل، وفي نفس الوقت يكون لزج، تتحرك هذه الألسنة بسرعة. ولاحظ ان هي هذه السرعة والدقة سبحان الله قادرة على الامساك بالفرائس، وخاصة الفرائس الطائرة. الاخراج في البرمائيات، لما نقول اخراج معناته لازم نستنتج الحين عندك الكلية، الكليتين وظيفتها الاساسية هي ترشيح الدم من الفضلات. ولو لاحظ اللي خاصة لهواة التشريح واللي دائما يحبون يشرحون المخلوقات الحية يلاحظون ان البرمائيات وخاصة الضفادع عندها الكلية. طيب ما هو نوع الفضلات اللي تطلعها الكليتين؟ راح تطلع الأمونيا أو اليوريا، وهذه فضلات من وين جاية؟ جاية من عمليات الأيض الخلوي. احنا عارفين عمليات الأيض هي عمليات الهدم اللي تصير في جسم المخلوق الحي. شلون تتنفس البرمائيات؟ دائما لاحظ هناك ربط وترابط ما بين عمليات التنفس والدورة الدموية. لاحظ هني البرمائيات لما تكون في مرحلة اليرقة عملية التنفس عندها مقتصرة فقط على الجلد والخياشيم. يعني لما كان أبو ذنيبة يستعين بجلدها الرطب والخياشيم انه يتنفس، لكن لما توصل إلى مرحلة البلوغ فعندها مجموعة من الأجزاء اللي تهيئها وتساعدها انها تتنفس على سطح اليابسة. أولها عندها رئتين وعندها جلد رطب، وأيضا لو شفنا الفم بنشوف أن الفم مبطن، فعندها بطانة تجويف الفم. الدورة الدموية، لاحظ أن الدورة الدموية في البرمائيات تكون دورة دموية مزدوجة. مهم نعرف مصطلح اللي يطلق به الدورة الدموية المزدوجة، نشوف مع بعض. دورة دموية مزدوجة تتكون أو يتكون الجهاز الدوري في البرمائيات من دورة دموية مزدوجة بدلا من دورة دموية مفردة، هي ليست واحدة وإنما دورتان. شلون ترتيب هذه الدورتين بالنسبة إلى القلب؟ نشوف الدورة الأولى، في الدورة الأولى يتحرك الدم
لاحظ الدم الغير المؤكسجة. هذا الدم الغير مؤكسج من وين منطلق؟ منطلق من القلب، ولأنه هو غير مؤكسج يحتاج أنه يتأكسج أو يتحمل بالأكسجين. معناته هذا الدم ينطلق مباشرة من القلب إلى الرئتين أو إلى الجلد عشان تصير عندهم عملية تبادل الغازات، وبعدين يصير دم مؤكسج. لما صار دم مؤكسج الحين يرجع إلى القلب مرة أخرى. في الدورة الدموية الثانية يتحرك الدم المؤكسج من القلب إلى عبر الأوعية الدموية، بيروح متجها إلى الجسم، بيروح إلى خلايا جسم البرمائيات بحيث أنه يغذي الخلايا بالأكسجين. لما يوصل الأكسجين على مستوى الخلية يصير له عملية انتشار، فيدخل الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون وحتى تكمل الدورة الأولى. لاحظ أن القلب في البرمائيات مكون من 3 حجرات، نشوف الشكل 3 حجرات. الحجرة الأولى مثلا الأذين الأيسر، الحجرة الثانية الأذين الأيمن، والحجرة الثالثة وهو البطين. لاحظ أن عنده بطين واحد وليس بطينان كما تعلمناه في الإنسان. لاحظ شكل الدم المنطلق إلى الرئتين وشكل اتجاه الدم المتجه إلى أجزاء الجسم. ينقسم الأذين كليا بنسيج إلى الأذين، يعني مثل ما ذكرنا عند الأذنين أذن أيمن وأذين أيسر. يستقبل الأذين الأيمن دم غير مؤكسج. إذا عندك الأذين الأيمن هذا ياخذ الدم غير مؤكسج. ماخذه من وين؟ ماخذه من الجسم. في حين يستقبل الأذين الأيسر الدم المؤكسج، إذا هنا يكون عكسه. غير اللون ونشوف مع بعض أن الأذين الأيسر ياخذ الدم المؤكسج، أي الدم الغني بالأكسجين. طيب من وين هو حصل هذا الدم المؤكسج؟ حصله من الرئتين، ويبقى البطين في البرمائيات غير مقسم. ولو نلاحظ ان البطين هنا يعمل عملية دفع الدم الى اجزاء الجسم. الضفدع والبرمائيات بشكل عام عندها دماغ وعندها حواس، اذا هي تقدر تستجيب للظروف الخارجية. شلون تقدر تستجيب؟ عندها أجهزة عصبية متخصصة. تذكر مع بعض أول درس درسناه اللي هو الإسفنج، هل كان عنده جهاز عصبي؟ لا، كان يفقد إلى الأجهزة. نلاحظ أن الحين تطورنا جدا على مستوى المخلوق الحي لدرجة أنه صار عنده أجهزة. لا، وهذه الأجهزة متخصصة. شلون متخصصة؟ لأن الدماغ عنده يحتوي على، أو الجهاز العصبي عنده دماغ أمامي وعنده مخيخ وعنده حاسة بصر. نشوف الدماغ الأمامي في الضفادع وين موجودة. طبعا الدماغ الأمامي للضفادع موجودة في في المنطقة، منطقة في الدماغ مرتبطة مع الجزئية المسؤولة عن رصد الروائح المنتشرة في الهواء. إذا الدماغ الأمامي يستطيع برصد الروائح المنتشرة. المخيخ معروفة، المخيخ دائما الاتزان. حاسة البصر، البرمائيات تستعين بالبصر إن هي تحدد الفريسة. ومو أي فريسة، الفريسة اللي تطير على سرعات عالية، وبعد ما تشوفها تقدر تمسك فيها وتتغذى عليها، وأيضا تستفيد من البصر إن هي تهرب من المفترسات. لاحظ لو نشوف أيضا عندها غشاء رامش يغطي العين، وعندها أيضا غشاء الطبلة هو أيضا تبع الحواس الموجودة في البرمائيات. لو نشوف أن قشاء الطبلة عملية تضخيم الأصوات بحيث أنه يسمع الصوت بدرجات كبيرة. نشوف هنا مع بعض هذه التفاصيل. تكيفات تمكن البرمائيات أنها تعيش على وسط الماء ووسط اليابسة. أول تكيف مثل ما أشرت له من شوي اللي هو الغشاء الرامش. شنو يعني غشاء رامش؟ هو عبارة عن جفن لكن شفاف. وين مكانه؟ مكانه فوق العين. شنو أهميته؟
لحماية البرمائيات لما تكون تحت الماء، وتحميها من الجفاف لما تكون على اليابسة. لاحظ الغشاء الرامش يحميها في الوسطين، وسط الماء ووسط اليابسة. أيضا عندها غشاء الطبلة كما وضحت صورته من شوية. غشاء الطبلة وظيفته لسماع الأصوات العالية التردد، وفي نفس الوقت تضخيم الأصوات من الحبال الصوتية. الحواس الأخرى الموجودة في الضفادع، الحواس هي ليست مقتصرة على الغشاء الرامش وغشاء الطبلة، إنما هناك حواس أخرى مثل حاسة اللمس، وعنده مستقبلات كيميائية موجودة أيضا في الجلد، وعنده براعم تذوق موجودة في اللسان، وعنده حاسة شم موجودة في التجويف التنفسي. البرمائيات تعتبر أنها متغيرة درجة الحرارة، مهم نعرف هذا المصطلح. لما نقول متغيرة درجة الحرارة، نقصد فيها المخلوقات اللي تقدر تحصل على الحرارة من البيئات الخارجية. يعني هي ما تقدر تنظم حرارتها داخليا، لكن تنظم حرارتها أو تحصل على حرارتها من الوسط الخارجي المحيط فيها. طيب، ولا تستطيع تنظيم حرارتها من خلال عمليات الإيض، يعني عكس الثدييات وعكس الطيور إن هي تقدر تحافظ على درجة حرارة مستقلة من خلال عملية الإيض، هي ما تقدر تسوي أو تقوم بهذه العمليات. لكن الحل إن هي تروح إلى الأماكن المناسبة، بحيث إن هي هذا المكان ممكن يدفيها في البرد، وممكن هو يبرد على أجسامها لما يكون في فصل الصيف أو تكون الحرارة مرتفعة. شلون تتكاثر البرمائيات؟ البرمائيات تتكاثر عن طريق وضع البيض، ونوع التلقيح يكون عندها خارجي والجنس منفصل. أي هناك برمائيات مثل ضفادع ذكور وضفادع إناث. طيب، لما يحدث هناك أخصاب للبيض، البيض ليس له قشور أو أغطية. احنا نعرف دائما البيض لا قشور، لكن البرمائيات ما عندها هذا القشور مثل ما هو واضح أمامك. طيب، هي ما عندها قشور تحميها، لكن شلون تحميها من 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 الظروف البيئية الخارجية، سواء حرارة أو جفاف أو غيره؟ لاحظ أن البيض من الصورة هني كأن هناك مادة لزجة أو هلامية. فنشوف مع بعض أن البيض مغطى بمادة لزجة تشبه الهلام. شنو أهميته؟ غير أنه يحميها من الجفاف، يساعدها على الالتصاق بالنباتات، بحيث أن أول ما تظهر اليرقات هذه تحصل على الغذاء من النباتات مثل ما قلنا لتكون أكلات أعشاب. بعد التلقيح يستعمل الجنين النامي الماح في البيضة للتغذي حتى يفقس. يعني هذه البويضة أو عفوا هذا البيض المخصب، غير أنه مغطي بهلام داخله يحتوي على ماح، الماح يغذي الجنين، يطلع الجنين منها عفوا في صورة أبو ذنيبة، يحصل على هذه النباتات ويتغذى عليها، ويستمر في عمليات التحول حتى يوصل إلى طور الضفدع. وبشذي احنا ندخل الى مراحل النمو. شلون الفرق؟ نقارن الحين من مرحلة ابو ذنيبة ومن مرحلة الضفدع. مثل ما قلنا، ابو ذنيبة يتنفس بالخياشيم، ما عنده ارجل، ياكل الاعشاب وله زعانف، هذا شكل ابو ذنيبة. له قلب، لكن القلب هنا مكون فقط من حجرتين. علشان ينمو ويصل إلى ضفدع يدخل في عملية التحول، والتحول أنه المخلوق الحي يستعين بالإنزيمات الضرورية والمواد الكيميائية حتى يصل إلى مرحلة النمو وهي الضفادع. والضفدع لو نلاحظ يكون عنده رباعي الأرجل، ويكون آكلات لحوم، ليس له زعانف، وله قلب مكون من ثلاث حجرات مثل ما أشرنا، وهي مثل ما قلنا دورة دموية مزدوجة، ويتنفس عن طريق الرئتين بالإضافة إلى الجلد الرطب. أتمنى أن سهلت عليكم، وأتمنى أن كان درسي ممتع، ونراكم بإذن الله في الطائفة التالية وهي طائفة الزواحف.